يا هلا ويا مرحبا فيكم أعزائي المشاهدين، أرحب فيكم مرة أخرى في حلقة جديدة ومميزة لبرنامج سبورت توك. اليوم ضيفي في هذه الحلقة نجم نادي الكويت ومنتخبنا الوطني للعبة الجوجيتسو، نجم سعيد ثياب. رحب فيك، حياك الله معنا في هذه الحلقة. حياك الله، مرحبا فيك. أهلا وسهلا فيك سعيد. يعني إحنا دائما نقول لعبة الجوجيتسو من الألعاب القتالية، ولكن متى نقدر نلعب هذه اللعبة؟ في أي عمر؟ والله اللعبة هي ما فيها عمر معين. نعم. تقدر تبلش فيها من الصغر أو من الكبر. عادي. عادي ما فيها مشكلة. صغير يلعب ولا كبير يلعب؟ كبير يلعب. لين 50-60. لين 50-60 يلعب. إيه نعم، ماكو أي مشكلة فيها. الرجال سيدات. كل الأعمار. كل لعب. أنت متى بدايتك كانت؟ أنا بدايتي 2015 بلشت. نعم. الحمد لله. وحققت فيها، دخلت 4 بطولات، بطولتين البحرين بطولتين الكويت. هنا ما شاء الله اخر بطوله بالكويت حققت الاول بوزني، ما شاء الله، والبحرين حققت ثاني ثالث، ما شاء الله. اي والله، والحمد لله بالكويت هم بطوله السنه طافت حققت اول ثاني بوزني. ما شاء الله، يعني البطولات اللي شاركت فيها الحمد لله. الحمد لله يا رب، والشكر لك وطبعا لرب العالمين اللي اعطانا هذا الحمد لله الخامة الطيبة اللي كان يحقق فيها دائما منصات التتويج. الحمد لله. طبعا هذا يرجع لفضل مدربي حمد الوحير وفوتان سابج، هم اللي أسسونا وعلمونا اللعبة. الله يعطيهم العافية. الله. وإن شاء الله نشوفك أيضا في القادم الأفضل إن شاء الله. راح نشوف سعيد أفضل وأفضل إن شاء الله. إن شاء الله بإذن الله. ليش لا؟ شلون شفت لعبة الجوجيتسو هني بالكويت؟ لعبة حلوة. شفتها ما شاء الله، يعني فيها الأندية 5 أندية عندنا بالكويت. نعم. يعني اللعبة قاعد تطور فرق عن أول، كمان قاعد تطور، فضل مدربين فيها ممتازين ما شاء الله. ما شاء الله. من خلال مشاركاتك شنو أفضل إنجاز حققته؟ من مشاركاتي أفضل إنجاز بطولة الكويت الأخيرة حققت أول، يعني بعد مجهود تعب صراحة. الله يعطيك العافية. الله يعافيك. وطبعا لعبة الجوجيتسو من الألعاب القتالية. اي نعم. شنو الفرق بينها وبين باقي الألعاب القتالية؟ الفرق بينها وبين الألعاب القتالية، احنا طبعا بعد إذنك، احنا دائما نشوف الألعاب القتالية كلنا عندنا كاراتيه. ايه. وطق. صح. انت شنو تشوفها؟ لا انا اشوفها غير. احنا لعبتنا لعبة مثل مطارح، فيها خنق فيها كسر. مطارح. ايه. عرفناه. ايه. فيها خنق. فيها خنق وكسر. وكسر بعد. اي نعم. يعني فرق عن اللعبات الباقيه، يعني فرضا اللعبه المشابهه حقنا احنا الجودو، مشابهه حق الجوجيتسو. ايوه مشابهه لها. اما اللعبه الثانيه لا غير. من الجوجيتسو هم فيها مطارح يمكن فيها. اي نعم. او تل و... ايوه فيها تل ومطارح، يعني امور وايد قريبه حق الجوجيتسو. حق الجودو. لا الجودو حق الجودو. اي نعم. نعم. شنو اعطتك او شنو استفدت من لعبه الجوجيتسو؟ طبعا اول شيء استفدت منها لياقه. نعم. زين. و طبعا احترام الشخص قدامي. نعم. طبعا اول شيء الاحترام بالفايت، لما تلعب تسلم عليه، لما تخلص تسلم عليه، تحترمه، انت خسران ولا انت فايز. نعم. وبعد المباراه، بعد المباراه هم يروح يسلم عليه بعد. اي كنت خسران او فايز. خسران او فايز. اي نعم. وهذه الرياضه اخلاق. هاي اخلاق طبعا، اي رياضه اخلاق. حسيت ان غيرت شيء ثاني فيك اللعبه، يعني اعطتك قوه، اعطتك عصبيه ام هدوء؟ لا بالعكس، تعطيك هدوء البال. فيها قوه بس تعطيك هدوء البال. شنو استفدت من لعبه جوجيتسو خارج البطولات؟ هل يعني جتك فتره ان استعملت لعبه جوجيتسو برا البطوله او برا النادي، او ان يعني حسيت ان الحين هذا وقتها؟ لا الحمد لله، بالعكس. لا الحمد لله، الموقف هذا كلش ما حاشني، واتمنى انه ما يحوشني. راح تكسر؟ إن صارت بعد شو تسوي؟ أمر الله. لا إن شاء الله. إن شاء الله بصير إن شاء الله. وهذه طبعًا بس حق البطولات. بس. لا تصيدنا برا. لا. الله يعطيك العافية. الله يعافيك حبيبي. شنو أبرز الملامح لعبة الجوجيتسو؟ يعني كلعبة شنو شفت فيها اللي خليتك اللي جذبتك لها يعني؟ بديت بادي الالعاب ورحت حق الجوجيتسو. لا انا كنت قبل العب كره يد نادي الكويت. ما شاء الله. ايه من 96 لين 2003. زين بعدين بطلت. ف 2015 كنت بدخل رياضه، فشفتها عن طريق التلفزيون بطوله ابو ظبي قاعد اشوفها. نعم.
بعدين قلت هاللعبة أول مرة أشوفها يعني غريبة. كنت فسويت سيرج بالإنترنت شفت النادي نادي الكويت الجزء فدخلت عندهم الحمد لله استمريت فيها. شفت يعني هذا الخط اللي أنا قدام أمشي فيه. أنا أقول يعني اليد فيها احتكاك ودفاع وهجوم. أيوة. وهذا الجنس نفس الطريقة يمكن قريبة. قريبة قريبة. قلت خلينا ندش وياهم. الله يوفقك إن شاء الله. الله يسلمك حبيبي. شلون تشوف لعبة الجوجيتسو في الكويت إعلاميا وفي البطولات الخارجية؟ والله إعلاميا بالكويت نقدر نقول شوي مظلومة. ما في إعلام سلط عليها لأن ما دي لعبة جديدة بالكويت يعني. يعني خلاص سنتين طافت وهي تو انتشرت اللعبة. ما تحس انها قاعد تزيد اعلاميا؟ اعلاميا الحمد لله يعني الفتره هذه يعني من السنه هذا قاعد تزيد قاعد يطلعون لقاءات ربعنا. نعم. وقاعد يشاركون فيها يعني الحمد لله يا رب. خارجيا مشاركتك في البحرين مشاركتك في دول لا طبعا خارجيا اعلاميا غير عن الكويت طبعا غير اي غير وايد يعني يعني هناك في احترام حق اللاعب. نعم. اعلاميا يعني يدورون اللاعب ياخذون لقاءات ايوه لقاءات و يعني اشياء وايد يسوونها. انتشار اللعبه في الكويت شو تشوفها يعني منتشره الناس تتعرفها تسمع فيها يجون يحضرون لها الجمهور تشوف في اقبال مثلا العيال او الكبار يجون يبون يشاركون في هذه اللعبه او يشتركون في اللعبه؟ الحمد لله بالكويت يعني عندنا بالنادي نفسه نشوف في اقبال ما شاء الله يعني يعني كل يوم قاعد يزيد عدد الطلبه اللي عندنا بالنادي. نعم. الاقبال ما شاء الله كان نشوف بطولات الجمهور ما شاء الله يعني حضر يعني في جمهور الجمهور ما شاء الله يعني يدرس القاعة والاتصال الموجود فيها اللعبة في الكويت. في الكويت نعم. أما برا لا عاد برا شيء ثاني. شيء ثاني يعني مثلا عندك أبو ظبي ما شاء الله جمهوره فل جمهوره كبير كبير ايه. عشان اللعبة عندهم انتشرت زيادة عن الكويت. حققت اللي ببالك من لعبة الجيتسو طلعت اللي فيك كله؟ لا والله للحين بعد فيك فيني إن شاء الله. فيك شنو فيك انطارح ولا خنق ولا تكسر؟ الله إن شاء الله كل واحد يطمح للأفضل. نعم إن شاء الله طموحنا إن شاء الله حقق البالي. بس من خلال مشاركتك في البطولات وحققت فيها المركز الأول في بطولة الكويت الأخيرة. نعم. شنو السر التميز اللي كان فيك لحقق المركز الأول؟ يعني شلون فزت؟ طبعاً فزت بالخنق ولا بالتكسر ولا بالمطارح؟ لا أنا ولا في مثلاتهم؟ أنا فزت بالخنق بطولة الكويت. نعم. طبعاً من شجعوني ربعي جمهور ومدربي واقع صرخون علي يعني هم يعني وجهوني يعني توجيههم مع جمهور فانت تلعب حماس يطلع فيك تحمس يشجع شيء يعني ما شاء الله يعني موقف قوي صار فيني الحمد لله ما شاء الله. هني طبعا بالكويت شنو نحتاج عشان نطور اللعبه اكثر؟ نحتاج من الاعلام لازم الاعلام هو اساسي اكثر على اللعبه. اي هو اساسي الاعلام. نعم. عندي رقم واحد انا. نعم. وبعد عاد مسؤولين يعني تفتون شوي حق الرياضة والدعم المالي. والدعم لازم دعم المالي لأن ثلاثتهم مهمين. مهمين لأن اللاعبين عندنا إحنا قاعد نطلع نروح بطولات برا على حسابنا كلها على حسابنا معسكرات بطولات كلها على حسابنا. قريبا إن شاء الله راح تتغير الأمور وتصير الأمور أفضل إن شاء الله. إن شاء الله بإذن الله. كل التوفيق لسعيد ذياب في بطولات القادمة وأنا شاكر لك على تواجدك معنا هنا في حلقة سبورت. الله مشكور ما قصرت. الله يسلمك. الله يسلمك. شكرا لكم مشاهدي الكرام لمتابعتكم لحلقة سبورت توك مع نجم نادي الكويت ومنتخب الكويت للجيجيتسو سعيد ذياب. نشوفكم إن شاء الله في حلقات أخرى في أمان الله.